احمد، انت مع فكره الانتقام لما تكتشف ان شخص بيخونك؟ ان كل حوادث الانتقام طلع ستات، ما شفتش ولا راجل بينتقم. طلعت ايه من ستات؟ ان الستات هي اللي بتنتقم، يعني رجاله ما بتنتقمش. ما عشان الرجاله هي اللي بتخون يا احمد. لا هو يعني اكيد لا، هو عشان الستات بيبقى عندها قلب اسود اخضر. لا 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 يا احمد خالص يا احمد. ليه؟ انا يعني قولي لي فين راجل بينتقم؟ كل حوادث الانتقام طالعه من الستات. طيب الرجاله، ما هي عشان نوره قالت لك ان عشان الرجاله هي اللي بتخون اكتر من الستات. وهقول لك على حاجه، الستات انا يعني وجهه نظري المتواضعه جدا انه الستات اذكى من الرجاله، في حاله انه لو ست بتخون راجل فهي بتعمل كل حاجه عشان الراجل ده ما يعرف، يعني اعتقد ان هو ما بيعرفش من خلال حرصها الزياده، ولكن الراجل بيكون عنده فكره اللي هو عادي بتحبني هترجع لي حتى لو عرفت جمله دي يعني نزوة. اطيب برضو اطيب يعني راجل اطيب برضو. اطيب هي دي المشكله، هي لا بتستهونه بذكاء الست ودي المشكله. هي فكره ان الراجل اطيب من الست شويه. طيب قول لي يا احمد، انت لو سوري يا نوره، لو انت تعرضت لموقف انه شريكه حياتك خانتك، هتنتقم ولا تقول خلاص ربنا يسهل لها؟ وبصراحه خانتك؟ لا مش هقول ربنا يسهل لها. لا هتنتقم؟ هنتقم. طيب ما هو زي الستات ما بتنتقم اهو. ما انا البس زيهم يعني الرجاله مش طيبه اهو. طب يعني احمد خليني اتكلم معاك اكتر، بما ان انت يعني بتمثل الشباب، ايه اسباب الخيانه؟ ايه اللي يخلي راجل يروح يخون مراته او خطيبته بالرغم من ان هي ممكن تبقى كويسه جدا معاه وانه مفيش مبرر للخيانه؟ يعني ممكن لو حبك قل ليها ممكن تصارحها وتقول لها انا مش حاسس ان مشاعري زي الاول. ايه اسباب الخيانه؟ لا مفيش سبب خيانه، مفيش حاجه تبرر خيانه. انت مش مبسوط امشي. صح صح، برافو عليك. ما كملش. طب احمد قول لي، في نماذج حواليك سواء بقى ستات او رجاله، حد خان حد وانتقموا منهم بطريقه غريبه شويه؟ انتقموا منه بطريقه، لا هو بص يعني كل الشائع اللي هو ترخم عليه في ولاده وترخم عليه في حاجات، هي دي الانتقام، ده اغلب الانتقام الشائع يعني. عشان تعرف احنا طيبين اهو. لا لا خالص والله.